الفنان نصير شم طبعا انت مطلوب فنيا واعماريا اليوم بغداد محتاجة محتاجة أنه يكون بها لمسة فنية اليوم هذه الجولة كانت الطويلة شنو اللي سويته وشنو المشروع المقبل لهذه الساحات شكرا نحن قبل سنة أعلنت في ظهيرة الجمعة موضوع علق بغداد ويعني قد كان يبدو في البداية أنه هذا موضوع مبالغ فيه لكن نحن الحقيقة صرنا على الواقع الآن اليوم احنا عندنا 20 ساحه الشغل فيها مستمر وهي اليوم الجوله احنا قضينا ست ساحات والبارحه انا كنت بجوله وبكره راح اكمل الى ان نوصل الى احنا عندنا يعني نوع من التحدي انه تنجز هاي الساحات بفتره اقل من 200 يوم المده المقرره 200 يوم راح تنجز باقل من ال يوم باعلى من المواصفات اللي متعارف عليها في كل الساحات عربيا مو فقط عراقيا راح يكون فيها الليزر في اكثر من عشر ساحات الهوليجرام الاشياء الحديثه وايضا التصاميم هناك عمل يومي على ان تكون التصاميم ونوع النباتات اللي تزرع كلها لازم تكون تسحب التلوث وصديقه للبيئه وكثير و و تفاصيل احنا اليوم في مرحله العمل في مرحله الانجاز من شهر بدا العمل الساحة اللي كانت قبل فترة أثاروا عليها لغط اللي هي ساحة الفردوس ما كانت لألق بغداد هذه أضيفت هنا لما سوينا الافتتاح وضع حجر الأساس في هذا المكان في ساحة الواثق الأمينة العاصمة قالت احنا نريد هاي الساحة تلحق في لأنه ميزانيات بعد ما موجودة متوفرة أموال عند الدولة فاحنا أخذناها على ألق بغداد وهي أيضا ألحقت وبالبرنامج وخلال فترة مجرد ما الناس لازم تعرف انه كل شيء تسويه بالساحه تحتاج موافقه الامانه ولجان والكهرباء وتحتاج وزاره الثقافه لو كان في تمثال واي شيء تسويه بيحتاج لمية موافقه فاحنا صار لنا سنه ونص سنه ونص بالضبط نشتغل وانا اعلنت من سنه مع صديقة رقيه على المشروع فهذا المشروع خليني اوضح شغله مهمه جدا ليس له علاقه بالسياسه لا من قريب من بعيد ليس له علاقة بحملة انتخابية ليس إحنا صارنا من 21 تسعة 2016 أنا أعلنته في المسرح الوطني في بغداد ومن ذاك الوقت لليوم إحنا نشتغل عليه شوف عشرات السفرات أنا أجي أسافر وفنادق وإقامة وتعب وإرهاق وريد الناس تكون داعمه لهذا الموضوع اريد الناس تساعد هالشباب هذول اللي تقصد بانه تريد الناس داعمة؟ يعني شو يسوون؟ يسوون يسوون على الاقل كلمه تشجيعيه يعني انت الان الناس اكو ناس كثير محبطين فدين ينقلوا احباطهم للعاملين هذول العاملين دا يشتغلوا بظروف صعبه ظروف فيها برد وظروف تراب ووسخ وبالاضافه الى التهديدات الامنيه وإحنا من الساحات رموا علينا كيس فيه قنابل الحمد لله ما انفجر بس كله مصور موثق وكلمنا الجهات المختصه حتى تعالج الموضوع. فهذول الناس محتاجين تشجيع يعني لانه الناس احبطت بسبب يعني الساحات والتماثيل اللي هي اصبحت اضحوكه عند العراقيين تمثال البيتنجان وهذه التصاميم للاسف يعني احنا نقولها من خلال الشرقيه بس هذا الواقع اللي صار استاذ نصير 100% انا متفق عليه واحنا كان لقينا بستوقه موجوده فوق بعضها في صار لنا اسبوعين نحاول نزيلها لكنه مو سهل الامور انت تتعامل مع نظام مترهل بيروقراطيا محتاج اجراءات و لكن الكل بده يساعده يعني امينه العاصمه فورا هسه كلمتها على على التلوث البصري في الساحات حوالين الساحات فورا اتخذت قرار التصاميم هذه الساحات مبنية على وفق شنو؟ مبنية مثل نظام عالمي مثلا نماذج مأخوذة من بلدان متقدمة ومتطورة لأنه للأسف دائما كل ما نحكي عن قضية يقولون لا تقارنونا بأوروبا ليش يعني ما تقارنونا بأوروبا؟ أنا كان العكس تماما أنه إحنا ما نريد تقولوا مثل دبي ومثل الدول اللي اشتغلت شعوبها واشتغل حكامها اشتغلوا بإخلاص إحنا نريد نبني ما اخر ما وصل للتكنولوجيا والجمال يعني اذا انبنت ساحات في الدول الجميله انبنت من سنتين فاحنا هسه تطورنا بالسنتين لازم نبدي وين انتهوا الاخرين فاحنا الحقيقه راح تشوف 20 ساحه 21 ساحه مع اللي اضيفت ان الفردوس عشرة منهم بالليزر والباقيين في الهوليجرام والباقيين في النصب راح نحافظ على النصب بس نغير القواعد ونغير الاشياء بحيث تنسجم كلها وده نطلب تغيير كل محيط الساحات انه تكون جميله تكون ما بها قطع تكون كلها بالطابوق العراقي تاخذ رؤيه معماريه جميله هذا ال 20 21 ساحه نريدها تكبر مثل حجاره ترميها بماء راكد وتبدي تحركه تكبر حتى تشمل كل بغداد حتى يرجع نسيج عمراني لبغداد جميل يرجع طابعها اللي كان معروف عنها لازم نشتغل على الطابوق العراقي اللي يسموه شفقين وعلى الحجر وهذا ضمن الرؤية يضعوها أهم المكاتب الاستشارية الحقيقة الآن العمال والمهندسين والشركات كلها عراقية لأن إحنا نريد نشغلهم صار لهم سنين قاعدين نريد نشغل الشباب العراقيين ونريد اللي يبنوا البلد فريد دعم الناس المعنوي كلمة حلوة يقول لك كلمة طيبة صدقة وانت ماشي سمعهم كلمة حلوة هو مو بس عامل على يوميته هو معرض حياته للخطر لأنه أكو ناس ما تريد العراق يبني أكو ناس لا تريد تهدم فهذول دا يشتغلوا وهم معرضين حياتهم وصدورهم للخطر هذا بس اللي محتاجه شوية صبر وما ينفع واحد يكتب أي كلمة بدون ما يعرف تفاصيل شنو اللي ذا يحصل قصدك دعم التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يا اما يعني اشعل شمعه بدل ان تلعن الظلام، تعال سلم على المهندس هنا وقول له شنو هاي؟ كل الساحات اللي تشوفوها ببغداد المسوره تابعه لالق بغداد، ما عدا الفردوس الحقت بالق بغداد مؤخرا، تعالوا شوفوا الشغل سلموا على المهندسين سلموا على العمال جيبوا لهم اكل ولو هم عندهم خدمه بس يعني جيب لهم اكل مال البيت قول له حابين ناكل وياكم هذا دعم معنوي صح. الفنان الموسيقار نصير شمة قناة الشرقية معك ومع كل إنسان يبني حجر في هذا البلد شكرا جزيلا والشرقية طول الوقت كانت معنا في كلها من حملة الأطفال إلى اليوم في كل شيء معنا